ينتخب الشعب يعلن كيما يحب هو لا هو الحريه خير يعلن كيما يحب والحكم يبقى للشعب التونسي واحنا موقفنا واضح عبرنا عليه تقريبا من 2020 قدمنا مشروع بعد اتفاق مع السيد رئيس الجمهوريه في جمله من المحاور بالخروج من الازمه الاتحاد استشرف الواقع بطريقه قراءه موضوعيه للمناكفات السياسيه انذاك والامور بدات تتشعب وتتطور قلنا راه ما عندناش حتى خيار تونس الذي تنبض العنف تونس اللي منفتحه للحضارات اللي تونس اللي فكرها معناها كما نقولوا فهمي يوجد الحلول والقدرات معناها فهمي مع بعض للاسف الشديد تغيرت المعطيات وتسرعت الاحداث السيد الرئيس يريد معناها له مشروع هذا من حقه ولا باش يدافع عليه ولكن احنا لنا رؤيتنا زاد كيف من حقنا موقف الاتحاد الذي عبر عليه في مكتبه التنفيذي الاخير لن نكون شاهد زور ولن نكون مجرد صورة إعلامية لمخرجات جاهزة وحاضرة نظرتنا للحوار في نظرة أخرى أوسع وأشمل من هذا بكثير أكيد جدا الاتحاد له مؤسسات ستجتمع بداية الأسبوع القادم لتتخذ القرارات وقت يصبح موقف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عبرت عليه مؤسسات الاتحاد.